سجل سعر برميل النفط الكويتي انخفاضا بمقدار 93 سنتا ليبلغ بذلك مستوى 82 دولار و3 سنتات للبرميل. أما في الأسواق العالمية فقد تراجعت العقود الأجل للنفط الأمريكي 6 سنتات لتستقر عند 78 دولار و30 سنتا للبرميل. ولم تكن العقود الأجل لخام برنت أحسن حظا من سابقتها إذ انخفضت هي الأخرى 59 سنتا لتبلغ بذلك 79 دولار و69 سنتا للبرميل الواحد.